كانوا هما عريض ديال المكنسة هادو يلاه جينا واش غنقولوا لا خلوش خلوش راه كي يتفتح مع راسو هما دابا كيقولوا لاباس عليه كلشي لاباس عليه درويش مزغوب راه مطالع بيه الله درويش راه مطالع بيه الله درويش راه ما عندوش ما عينو الكرا ما عينو الماء والضوء ما عينو المدرسه بزاف ديال المشاكل عند درويش درويش وا الدراري بقى يغوتو حتى يتلحق العشيه يمشي ينعس كاين لا عيد لا والو شتي هو الدرويش المليح كاين ولا ني شويه ديال الثمن راه كاين الثمن نفس لا شي حاجه زوينه راه كاين وكل واحد على قدر حاله كاين شويه الميان كاين الغليظ كاين على حساب اللي بغيتي كل شيء كاين كاينين العجلات كاينين الصراده كاينين الاخرين على حساب الثمن الثمن هما المليح راه كاين المليح من 5000 درهم حتى المليون ونص الخروف السردي السردي اثمنه راه كاين شويه ديال الاثمنه اثمنه كاين الاثمنه شنشيط هاد العام الطياره مليون مليون ونص مليون و700 مليون و500 على حساب الديكور وين راه السردي السردي يعني وديال الدراوش الا بغيتي ديال الدراوش راه كاينه خروفه خروفه ب 50000 برقي ب 70 حتى 90 90 البرقي من 70 شحال خروفه 50000 ريال كيقول الدراوش 50000 ريال 46 48 على حساب ديال الدراوش حتى هما راه واكلين الدق العلف شويه ديال العلف راه حتى هما عاطين العلف عاطين هما الله حسن العوال هذا الشيء ديالهم حوالا فلوس فين غنجيب لك هاد الفلوس فلوس خاص شويه ديال الفلوس وشويه ديال الثمن هاد العام زايده على العام اللي فات بزاف كنا من 2000 درهم حتى 2500 في السردي الغليظ وفي الخروفه والخروف الرقي كاينه من 1000 حتى 1500 كاين شي اقبال كاين كاين تقريبا حتى الان شحال تقريبا كاينه 600 تبعت شي 350 تيوكلهم فيها رينا والزرع والنخاله وشي ديال الذره والفاصه درويش العام مقصح بزاف ما كاين اللي ما غاديش يعيد المولف عيد ب 1500 1700 العام خصو 2500 الفوق الخروفه هي صغيره 2500 درويش تيجي تعجبو الكسيبه تيشوف الثمن تيمشي فحال تجي شويه قضيه قاصحه بزاف قاصحه بزاف ماشي الفرق ديال الضيعه هو الماكله كتعرف شنو واكل وتبقى في امان حتى العيد والثمن مناسب في السوق كاين الشناق كيزيدوا من 1000 درهم ويطلع لفوق الخروفه هي رخيصه كيزيد عليك 500 درهم 600 مرحبا مرحبا بيجي شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك